وحسب توجيه محافظ صلاح الدين، انطلقت حملة رفع التجاوزات من الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة الحي العصري بقضاء بيجي بإشراف قائم مقام القضاء محمد محمود الجبوري، وذلك استعدادا لشمولها بتعبيد الطرق وإنارتها. وقد سخرت بلدية بيجي آلياتها وملكاتها لاستنفار الجهود والإسراع في أعمالها. بركة الله اليوم تنطلق حملة تأهيل الحي العصري، وقسمها إلى ثلاث قواطع، كل قاطع كلفت به شركة من الشركات المهمة والرصيدة، والله إن شاء الله سوف تقوم بعمل جيد يرضي أهالي بيجي. وأيضا لدينا أعمال أخرى منها رفع التجاوزات، اليوم نلاحظ هناك تجاوزات خصوصا كثرة السقائف وكثرة الرمبات، وايضا هناك ايضا تجاوزات بعض المواطنين، كلفت البلديه بحصر هذه التجاوزات. نتمنى على المواطنين التعاون السريع لغرض رفع التجاوزات، وكل ذلك عندما تكون المبادره من المواطن برفع التجاوزات سريع، كل ما يكون العمل سريع وانجاز الاعمال وانجاز المشروع بالوقت المناسب ان شاء الله. هل ما هي الحياة المشموله والكل بيجي مشموله بالمحمد الفرنده؟ احنا اليوم بداية العمل كان في الحي العصري، حي طبعا الحي العصري الشمالي والجنوبي، وايضا لدينا مشاريع اخرى وهي على خطة تنمية الاقاليم، هي حي الرسالة ايضا ضمن بالاعلان، وعد شارع التموينية وشارع التربية ايضا بالاعلان، ولدينا مطالبة من السيد محافظ صلاح الدين مشكورا طبعا والأخوة في أعضاء مجلس النواب في عن قضاء بيجي، تعهدوا ووعدونا خيرا بإكمال تأهيل جميع الأحياء في مدينة بيجي تباعا إن شاء الله.